ما مدى استفزاز كوريا الجنوبية من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين؟ صرحت الأخيرة بأنها يأتي في إطار ما يعرف بتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد. نعم، أشكركم على الاستضافة. ما يحدث في شبه الجزيرة الكورية هو تواصل لحرب بدأت سنة 1950 وكانت الحرب الكورية آنذاك عندما غزت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية، وبالتالي هذه الحرب لم تتوقف ولم تعقد معاهدة سلام، وإنما عقدت في شهر جويلية 1953 بس اتفاق لوقف اطلاق النار، وبالتالي هذا التوتر وهذا التصعيد هو تواصل لحرب لم تنتهي منذ أكثر من 50 سنة أو أكثر حتى من 60 سنة. وبالتالي كوريا الشمالية تضع نفسها أنها مهددة من غزو أمريكي ياباني كوري جنوبي لإسقاط النظام، بينما كوريا الجنوبية ترى نفسها أنها هي مهددة من مغامرات عسكرية لنظام تعتبره نظام يعني مصاب نوعا ما بالجنون، يختبر الصواريخ مثل ما تختبر الأطفال الصغار يعني الألعاب النارية، وبالتالي هذا هو السياق. السياق متوتر جدا، وأنا أقوله على قناتكم الكريمة، إذا كانت هناك حرب قادمة وقريبة ستكون في شبه الجزيرة الكورية وستكون بين كوريا الشمالية من جهة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان من جهة ثانية. لكن ما الذي يتوقع بخصوص هذا التوتر دكتور رحيم؟ لأنه كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي طبعا أعرب عن رغبته بأنه يكون هذا العام هو العام القوة النووية الأكبر في العالم لبلاده، وبالتالي أي توتر يمكن أن ينتظر تحت هكذا تصريح لأون؟ أشكرك على السؤال سيدتي، سؤالك مهم جدا ولأنه هو يتعلق بما يمكن أن يحدث، لكن يمكن أن أقول لكم ولمشاهديكم الكرام أن كوريا الشمالية تطلق الصواريخ لثلاث أو أربع أسباب. السبب الأول هي عندما تحتفل بالمناسبات الوطنية مثل عيد ميلاد الزعيم أو تاريخ وفاة الزعيم إلى آخره، وبالمناسبة كوريا الشمالية لها تقويم أو ما نسميه في تونس يومية أو تقويم خاص بها ينطلق من سنة 1912 وهو عيد ميلاد زعيم كيم إل سونغ المؤسس لكوريا الشمالية، وبالتالي كوريا الشمالية الآن في سنة 112 ونحن في سنة 2022، وبالتالي هذا السياق الأول لإطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ وهي المناسبات الوطنية. السبب الثاني هي تغيير تعبير عن استيائها مثلا من المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية واليابانية السنوية تقريبا. السبب الثالث والأخير وهو الحفاظ على تشغيلية واستعداد تشغيلي لقوتها الصاروخية وهي تقريبا سلاح الردع الوحيد لديها، وبالتالي التوقعات بما يحدث ما سيحدث في المستقبل القريب وما يمكن ان يحدث في المستقبل البعيد هو تواصل التوتر. طالما الولايات المتحده الامريكيه لم تقبل الامر الواقع بان كوريا الشماليه صارت دوله نوويه واحد، وان كوريا الشماليه ولن مستحيل ان تتخلى عن اسلحتها النوويه، هذا رقم اثنين، فطالما الولايات المتحده الامريكيه تنكر هذا الواقع الجيوسياسي لن تحل هذه المشكلة، وسيتواصل التوتر والتصعيد بين الجانبين وقد يؤدي مثل ما ذكرت في أول مدخلتي إلى حرب يعني حتى عن طريق الخطأ وليس بالضرورة عن طريق تخطيط وقرار مسبق.